السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. النهاردة حبيت ان انا استعرض معاكم انواع الشاي في روسيا. هنا مثلا ازار تشاي، الشاي الازاري، حسب ما اعرف ان طبعا الشعب الروسي وكمان الاوكراني غاويين شاي، بيعشقوا الشاي. الشاي ده طبعا ب 140 زي مكتوب احمد شاي المشهور في ريتشارد قلب الاسد. فمنهم شايجية، فهتلاقوا انواع كتيرة من الشاي. وهنا الحجم الكبير جرين فيلد، وهنا ريتشارد. سعره يعني مش حاجة غالية قوي، يعني عادي جدا. وجرين فيلد 105، باينة 105، باينت اهي. جرين ميليسا، احمد تي، في هنا كوريتس ولا ايه، كورتيس ومايسكي، كلهم على فكرة تلاقيهم برضو 105 110 109 الاسعار دي. وده بيبقى 34 جرام زي ما مكتوب، بيتا تي اوبا ب 260، ده طبعا اكيد وزنه تقيل، ده 250 جرام. ما هو يا اما بالجرام يا اما بالباكيتات، يعني يا باكيتس جوه 10 مثلا 20 100، يا اما شاي سادة بودرة تس ماركة تس. وانا في ماركات بقى ايه، احنا دخلنا ايه على القهوة، على الكوفي. انا كوستا كوفي، الاسعار قدامكم، 271. نوع تاني لافاتسا نسكافيه دولشي جوستو وستاربكس 169 ستاربكس. انا لا بشرب قهوة ولا بشرب شاي، انا بستعرض الحاجات دي عشانكم. عربيكا 299، جاكوبس امباسادر 550، حاجة في اخرة طبعا، 190 جرام بس ب 550 روبل. فانا تسيرنا كارتا ده 190 جرام، وده 95 جرام، وده كاتينوا، وده ايجويست. ماركات مختلفة واسعار مختلفة. حلوة الباكيت دي وسعرها 245، يعتبر كويس. وميد ان جيرماني، ده كام، 200 جرام. وده برضو هو بس نواغ 470، مش عارف ده شكله محلي بقى، ب 130. بلاك سوان ده رخيص. شوف ده كده، ده حب، ده مش مطحون، ده سادة. وماركات اخرى كتير، جاردان عربيكا، جيكوبس تاني، انواع مختلفة، باريستا، مونارخ، اسبريسو، كريما، مونارخ. وهنا الاحجام بقى الكبرى شوية، ايطاليا جوكن، واسعارها حلوة. بس ده اعتقد ده مطحون، ده مطحون. هنا ده جولد موكا، وهنا كريم اسعاره 130 و250. احنا في سوبر ماركت ماجنت، للناس اللي عايزة تعرف احنا فين، اكسكلوسيف 145. ماك كوفي تشكيلة ممتازة جدا لأي حد غاوي أهاوي، حلوة غاوي أهاوي دي. وطبعا في النسكويك، ما نسيتوش.
وده التقليد بتاعه تقريبا، تسكوري او تسكاري. وانا ماك تشوكو النسكويك تاني 170 روبل، نسكافيه جولد ميات سنة. ده المفروض رخيص بقى، بودرة ده مطحون ب99، وده امباسادر ب719. وبكده بقى، بكده بقى خلصت الجولة بتاعتي مع الشاي والقهوة. لغويين، الناس اللي غاوية شاي وقهوة. اشوفكم على خير في عز الله. السلام عليكم.